بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وعدنا حضراتكم كتير ان احنا نقدم فيديو عن كذا موضوع يتعلق بالداتا اناليسز. في اتكلمنا على الاوبزرفيشن اناليسز واتكلمنا على الاكسيدنت اناليسز. طبعا في البداية احب اعرف حضراتكم بالصفحة بتاعتنا. احنا صفحة A&F for Safety. الصفحة قائم عليها 2 ادمنز. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا هنا، دي بنتكلم الجزء من الداشبورد. طبعا لما عملنا على المين بيج مشتغلتش معانا، لكن ده بس اوبزرفيشن شيت. في البداية بيكون في سيريال نمبر، بيكون في الديت، بيكون في السب كونتراكتور نيم لو موجود سب كونتراكتورز عندك في الموقع، اللوكيشن والاسم، السيفتي اوفيسر والورك ريليتد بروسيجر والاوبزرفيشن نفسها والاكشن تيكن باي هو، والديوتي ديت اللي المفروض الملاحظة اتقفل فيه، والستيتس بتاعتها كلوزد ولا لا، تايب سواء معرفين هنا 3 تايبس اذا كانت نير مس او انسيف كونديشن او انسيف اكت. طبعا في سؤال من ناس كتيره جدا، هو الانسيف اكت او بيحصل الاول ولا الانسيف كونديشن؟ طبعا مفيش انسيف كونديشن بيحصل الا اذا كان بيطبع انسيف اكت من حد. لو انت نزلت الموقع لقيت الملاحظه موجوده وقت حدوثها نفس، يعني مثلا لقيت عامل شغال بالجرايندر واقف في بوزيشن غلط، ده بيكون انسيف اكت. عامل مش مرتدي معدات السلامة الشخصية، ده بيكون انسيف اكت. عامل طالع على السلم ما بيكونش فيه النظرية بتاعت اللي هي ال 3 بوينت كونتاكتس، ده معناها انسيف اكت. لكن لو انت شفت مثلا سكافولدنج من غير هاند ريل، من غير ميد ريل، من غير توبر، ده معناه ان دي unsafe condition. لكن العامل نفسه هو بيشتغل ومحطش الهاند ريل او حطه ومربطوش بشكل كويس، ستيل بيكون unsafe act. طبعا النير مس هي حادثة وشيكة وكتير جدا من الناس عارفين تعريفات ليها، ومش محتاجين نخوض في الموضوع ونعرف ايه الفرق ما بين النير مس والدنجرس وكيرنس، لان على ما اظن ان حضراتكم عارفين الموضوع ده، وده مش موضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. في البداية احنا عملنا related procedure في ال safety plan بتاعتنا، ودينا لكل واحدة زي close number او identification number. يعني مثلا رقم 1 ده بيكون له علاقة بالمعدات السلامة الشخصية، رقم 2 بيكون له علاقة بال باريكيدز والباريرز، والرقم 28 بيكون له علاقة بالساين بوردز وهكذا. زي ما حضراتكم شايفين معانا هنا، دي الداشبورد نفسها بيكون في عبارة عن داتا كتيرة جدا بنعمل لها اناليسز. كل حاجة من دي بيكون لها مجموعة من الشارتس. دي البيج الرئيسية بتاعتنا، نعمل observation بيطلع عندنا ال observations زي ما حضراتكم شايفين. لو جينا عند ال NCR summary ننزل تحت نلاقي هي دي ال related procedure بتاعتنا. نقدر ناخد نظرة سريعة. طبعا اذا كان لها علاقة بال risk assessment او ال method of statement، work at height، while scaffold towers، لادرز، هازارد سبستنس، بورتبل هاند كومبريسور تول، كومبريسد اير تولز، ميكانيكال بلانت اند اكويبمنت، جاردنج اوف ماشينري، نويز كنترول، فيرست ايد، دول فير فاسيليتيز، مانوال هاندلنج الى اخره. وبعدين بنيجي هنا لو عايزين نعرف كل المشاكل المتعلقه بمعدات السلامه الشخصيه، بنعمل فلتر بتظهر لنا كل المشاكل بنبدا نقراها. عايزين نعمل مور اناليسز بنشوف بنكتب بطريقه معينه هيلمت كفر وال ما بين تو براكتس، وبنبدا نشوف العلاقه مثلا اكتر الملاحظات المتعلقه بالمعدات السلامه الشخصيه. لو كانت متعلقه بالهيلمت بنبدا ندرس موضوع الراحه او مواصفات الهيلمت نفسها. هل نقدر، يعني انت ليه ما بتلبس الهيلمت؟ بتقع منك يبقى لازم يكون في
حزام او بيلت للهلمت مش مريحة تقيلة وزنها ما فيهاش تهوية، ايه المشاكل المتعلقة بالظبط بالهلمت. بنبدأ نشوف مع السبلايرز البدائل المتاحة في حدود البادجت اللي انت طالبت بيها، او انت هل انت مثلا هتعمل تعديل على البادجت تاخد ابروفال من توب مانجمنت على اساس ان انت تزود مثلا سعر الهلمت. بيكون الكلام ده كله بتنسيق مع ادارة المشتريات طبعا، لان مفيش حاجة اسمها ادارة تشتغل منفصلة لوحدها، ده اللي دايما بنتكلم فيه وبنقول عليه الانتجريشن. طبعا عايزين نشوف مثلا بالنسبة للسوبرفايزورز فيما يتعلق بمعدات السلامة الشخصية، ايه اكتر مراقب هنقول على سبيل المثال اكس او واي او زد من الناس. هنشوف عدد الملاحظات اللي حصلت عند كل واحد، هنبدأ ندونها نعمل اناليسيس، هل الموضوع له علاقة بالسوبرفيجن ولا له علاقة بالهلمة نفسها ولا طبعا بنرجع نشوف هل مثلا الموضوع الكوميونيكيشن ستيتس، هل الملاحظات دي تم ابلاغها للشخص المعني ولا لا، ودي حاجة مهمة جدا. هل دي unsafe act او unsafe condition؟ غالبا المشاكل المتعلقة بالمعدات السلامة الشخصية بتكون unsafe act. بنشوف مين اكتر الناس تكرارا، يعني بنذكر طبعا اسم الموظف اللي ملتزمش بالحاجة دي، بنشوف مين اكتر الناس تكرارا، هل في مشكلة في البيهيفير الخاص بيه. نتواصل مع شؤون الموظفين طبعا، ده بعد اتباع الاجراءات المعتمدة، لائحة الخصومات المتعلقة بالسلامة. لازم يكون عندك في الشركة لائحة معتمدة من وزارة العمل أو من الجهة اللي انت تابع ليها حسب القوانين المحلية اللي موجودة في الدولة اللي انت شغال فيها. نفس الوقت برضو الملاحظات المتعلقة بالحواجز، بنبدأ نشوف ايه هي اكتر المشاكل ازاي نقدر نعالجها، هل هي لها علاقة بالبيهيفير ولا لا. طبعا لو جينا شفنا هنا بعد ما فرغنا الداتا كلها، نلاقي number of observation كام واحدة closed كام واحدة not closed، بنبدأ نشوف ال performance بتاع أو الاستجابة بتاعة الفريق بتاع ال production في إغلاق الملاحظات. بنشوف مثلا ال subcontractors مين أكتر subcontractor عنده ملاحظات، بتكون الحاجة دي مهمة جدا بالنسبة لنا في تقييم أداء السب كونتراكتورز. إذا عملنا أناليسز للأوبزرفيشنز ولقينا مجموعة من الملاحظات بتتكرر معانا، معناها إن في احتمال كبير جدا يكون في مشكلة في البيهيفير أو الكالتشر المتعلقة بالموضوع دوت. فبنبدأ طبعا نيجي على أكتيفيتي معينة او فريق معين زي الباك فيلينج تيم بالنسبه للاكتيفيتيز المتعلقه بالانفراستراكشر، زي ما قلت لحضرتكم شغال مدير سلامه في شركه انفراستراكشر. فبنشوف الاكسبكتد بيهيفير طبعا، اكسبكتد فروم الامبلوي ان هو يكون لابس الداست ماسك الهاند جلافز، يحرك الالبو الشولدر بشكل مظبوط على اساس الارجونوميك هازاردز، اللي يكون لابس الهلمت مع البلت والجوجلز، يمشي بشكل بطيء عشان يتجنب الحوادث المتعلقة بالانزلاق والتعثر، ويشرب مية وياخد راحة على فترات، لان في منهم بيكون شغال على جامبر او الرولر بيكون فيها فايبريشن عالي. قسمنا الموضوع لاتنين تاسكس، ليفلينج سويل وفيلينج سويل. بدأنا كل يوم نشتغل على الموضوع، نشوف السيف بيهيفير والانسيف بيهيفير، ونحدد في الاخر نسبة. النسبة طلعت معانا قبل ما نشتغل عليهم توعية ان
السيف بيهيفير يعتبر 45% في الليفلينج سويل، والفيلينج سويل 37%. فبدأنا اشتغلنا كفريق ان احنا نحدد الكيوزز او ايه الدوافع اللي خلت العامل ان هو ما يهتمش بالامور او بالنقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. طب ايه اللي ممكن يحصل للعامل لو ما التزمش؟ بنشوف what can happen to employee، بنبدأ نعرفهم. بعدها بنبدأ نحضر مادة تدريبية. طبعا التدريب والتوعية بيبدأ من الاندكشن، اي عامل جديد بيبدأ ياخد قدر من المعلومات على حسب الاكتيفيتي اللي هو هيشتغل عليها، او بتعمل الاندكشن ماتيريال عامة تنفع كل النشاطات والاكتيفيتيز اللي في الشركة. برضو التوعية بتكون من خلال التور بوكس 2، والتوعية بتكون من خلال تدريب مجمع لتاسك معينة او لهازارد معين. بنقوم بنفس العملية تاني مرة بعد ما نقوم نعمل حملة توعية شاملة، وبنكثف الانسبكشن، بنزود الفريكوينسي، بنركز في الموضوع، بنبدأ نتابع تاني السيف والانسيف يعني behavior اللي موجود، ونقيس ال percentage of safe behavior. لو النسبة قلت معانا معناها ان احنا ماشيين في الطريق الصح، وبنبدأ نكمل في الموضوع زي ما احنا ماشيين. لو النسبة فضلت زي ما هي، معناها ان احنا لازم نعمل ريبلان ونبدأ نشتغل بشكل مختلف. ده جزء بسيط جدا عن موضوع ال observation analysis، وازاي احنا نقدر نستخدمها ان احنا نطور او نرفع مستوى ثقافة السلامة. في النهاية عايز اختم الموضوع مع حضراتكم بشكل بسيط. اي حد شغال في شركة مستوى الثقافة فيها ما هوش ثقافة السلامة فيها ما هوش عالي، ده مش معناه ان انت ما انتش قادر تحقق نجاحات على مستوى الكارير بتاعك زي ما كتير جدا بيتخيلوا. انت تقدر تخش اي مكان اذا كان عندك العلم الكافي والإدارة القوية والصبر والعزيمة، تقدر تغير من الثقافة بشكل فعلي. لكن اهم حاجة تقدر لازم تستخدم التولز الكافية للموضوع دوت. و جزء مهم جدا من عملك كسيفتي ادفايزر عامة ان انت تبرموت سيفتي كالتشر. فما ينفعش ان انت تقول لا والله انا مش هشتغل في مكان الا اذا كانت ثقافة السلامة فعلا عالية، لان انت كده ما عملتش اي نجاح. انت عملت جاست رانينج للسيستم اللي موجود، ممكن حتى ما عملتش تطوير في السيستم نفسه. لكن لو رحت شركة مستوى السلامة فيها مش عالي، وقدرت تطور من مستوى السلامة وترفع مستوى الثقافة في الشركة، فده يعتبر إنجاز ضخم جدا. ونشكر حضراتكم لحسن الاستماع، ونتقبل من حضراتكم النقد، وإن شاء الله نتكلم معاكم المرة الجاية عن الأكسيدنت أناليسيز، ويا رب يكون الفيديو نال إعجاب حضراتكم.